حنا كنخدموا هذا الشيء ديال الفحم كنخدموه بالرخصة وبلاسيرونس وبالضرائب وكل شيء. المشكل ديالنا حنا اللي كنعانيو فيه في هذا سوق الفحم في مدينة الدار البيضاء كنعانيو، يعني حنا كنجيبوا بالقانون والناس كيجيبوا الكوتربونت كيجيبوه فابور، يعني كيبيعوه للناس بواحد الثمن بخس، يعني كيجيبوه بجوج دراهم ثلاثة دراهم كيهرسونا حنا. حنا دابا راه حنا كنبيعوا ونشريوا مع الناس ومع الكليان ومع هذا، حتى واحد ما بقى بغى يجي لهذا السوق. هذا السوق هذا الناس راه كتعاني. هنا الفخر راه كنبيعوه مار 30 سنة هذه ولا 40 سنة كنبيعوه ب 6 دراهم الكروش، والليمون كنبيعوه ب 7 دراهم. حنا راه ما زايدين على المواطن، ما زايدين عليه حتى حاجة. الفخر اللي كوتربونت كيجي من الغرب، كيجي من الغرب، يعني الكاليتوس، مرموزة، تايدة، يعني كيجيبوه بلا كيخونوه من الدولة. بلا ليسي باسي، بلا قانون، بلا والو. وهذا هذا الفخر هذا كيجيبوه بواحد الثمن اللي هو بخس قليل. احنا راه كنخلصوا الضرائب، كنقولوا برا، كنشريوا من عند الدوله، كنخلصوا القوانين، كنجيبوا التوريزاسيون ديال ليسي باسي ديال الطريق، كنشريوا من عند الدوله، من ازرو، من بني ملال، من اكادير، من بزاف البلايص في المغرب. ولكن هاد الناس راه قتلونا، لا اله الا الله محمد رسول الله. هاد الفخر كوتربونت راه كيشريوه هما بلا رخصه، كيشريوه بلا رخصه، كيمشيو كيقطعوه من الغابه وكيطيبوه وكيجيبوه لهنا كيهرسونا حنا في السوق. راه كيهرسونا، لا اله الا الله محمد رسول الله. راه كنعانيو حنا في هذه الحرفه هذه، كنعانيو من الكوتربوند. راه شوف، راه السلطات ما دايراش الخدمه ديالها. الناس اللي هما معتنين بالمياه والغابات راه ما دايرينش الخدمه ديالهم. راه الدار البيضاء راه عامره، راه دايره بوم الدار البيضاء بالكوتربوند. راه ليساس فارا فين ما مشيتي في الدار البيضاء، حي الحساني فين ما مشيتي في الدار البيضاء راه كاين الكوتربوند. وهذا الكوتربوند هادو واش ما شافتوش الدوله؟ ما شافتوش وزارة المياه والغابات؟ ما شافوش؟ راه لا اله الا الله محمد رسول الله. الكوتربونت حنا ما كنديروهش هنا، كنديروه حنايا، يعني كنشريو من عند الدولة، كنمشيو نشريو، كدار الدلالة وكنشريو. كل واحد كيشري بالقانون، فهمتي، من عند الدولة. واحد كيعطيونا واحد القطعة من الغابة وكنقطعوها وكنطيبوها، وكيجي الفوريستي كيعطينا لي سيباس. ملي كيعطينا داك لي سيباسي كنخرجوا به، بينا يعني معشرين، حنا مخلصين للدوله. هادو اللي كيجيبوا الفخر هنايا للدار البيضاء راه ما مخلصينش، ما معشرين، ما مخلصينش القانون للدوله، ما كيعطيهمش الفوريستي لي سيباسي. كيجيو بلا قانون اصاحبي، بلا قانون، عرفتي شنو هي بلا قانون؟ بلا حتى حاجه، كيجي هنا وكيهرسنا حنايا. حنا باش حنا كنشريو الفخر دابا بربعه دراهم ونص، عاد زيد عليه الخدامه، زيد عليه البيرسونيل، وملي كنزيدوا عليه الخدامه وهذاك الشيء كيطيح بخمسه دراهم. حنا كنبيعوا للمواطن دابا الكروش تنبيعوا لهم ب 6 دراهم، والليمون كنبيعوا لهم ب 7 دراهم، ولكن بلايص اخرى هذا الشيء اللي كنعاود لك هذا الفخر هذا، بلايص اخرى راه عرفتي بشحال كيبيعوا؟ ب 2 دراهم ونص، حيت هو كوتربوند ما مخلصش الدوله القانون ديالها. ولا اله الا الله محمد رسول الله. كنقول للمسؤولين بالنسبه للدومين ديال الفحم الخشبي بالدار البيضاء او في المغرب كامل، راه ما كيديروش خدمتهم. كنتمنى منهم ومن الله سبحانه عز وجل باش يديروا الخدمه ديالهم ان شاء الله، باش الامور تحسن لينا. راه ما محسناش لينا، راه حنا كنخلصوا القوانين كامله، كنخلصوا لاسيرونس، كنخلصوا الضرائب، كنخلصوا كل شيء، كنخلصوا للدوله، راه ما هاربين حتى حاجه للدوله. راه كاين لي سي باسي، كاين جميع ما يكون عندنا حنايا. راه حنا بالكاميوات ديالنا، بالضرائب ديالنا، بكل شيء، كنخلصوا كل شيء، ولكن حنا قتلونا، قتلونا، لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا ما كاين نقول لك، عاش الملك.